كنت عايز اسالك على الجمهور، لانه انا حضرت الفاينل اللي فات في المغرب، ودايما بقول جماهير شرسه جدا 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 دون ان تؤذي المنافس، دي حقيقة. لكن الصفافير، التشجيع، ممنوع ان انت تباصي باصتين تطلع من ورا. احنا عندنا برضو النهارده ان شاء الله في ماتشنا عندنا الملعب على اخره. يعني ايه اللي ممكن يكون مدى تاثير الجماهير؟ ادي جماهيرنا الرائعه، يعني مدى تاثير الجمهور هنا وهناك. اكيد بص يا كابتن، النهارده انت بتتكلم عن فريق بيمتلك قاعده جماهيريه كبيره جدا جدا في افريقيا. جماهير من كلا الطرفين، سواء الاهلي ولا الوداد، بتتفرج على مدرجات ممتلئه عن اخرها. حماس في التشجيع منقطع النظير من اول دقيقه لاخر دقيقه. يمكن مش جديد علينا ان احنا بنشوف دايما الاهلي والوداد بالتحديد، ويمكن في انديه كتيره مميزه في افريقيا، ولكن في الفترات الاخيره حتى ان الاهلي وصلوا للمباراه النهائيه كمان. انا عايز احمد يعني اخر لينك ان شاء الله، عايزين صوره للجمهور، مش وهي ساكته، الجمهور هي بتشجع يعني. اتفضل. فاعتقد ان الجمهور هيبقى عليه عامل مؤثر كبير جدا. يمكن مباراه الرجاء دي كمان بالتحديد يا كابتن شوبير، اعتقد ان اللي ادى افضليه للاهلي كمان كبيره، غير الحاله الفنيه اللي كانت جايه للعيبه ومارسيل كولر، ان انت مع بدايه المباراه والفرص اللي ضاعت من الرجاء، ولكن انت مع الجمهور والتشجيع المستمر خلاك تبقى متماسك وبتقدر تسجل، وبعدين بتسجل هدف في النهايه، خلى الامور تتسهل عليك في مباراه العوده. فالجماهير اعتقد ان عليها عامل مؤثر ودور كبير جدا قبل الانتقال الى مركب محمد الخامس. ان انت زي ما هيبقى في جمهور مساند كبير للاهلي، هيبقى في جمهور مساند كبير للوداد. اعتقد جمهور الاهلي عليه عامل كبير جدا يا كابتن شوبير في استنفار القوه الداخليه كمان للعيبه، ازاي تطلع 150% مش 100% بس. لان المباراه بتاعت الذهاب دي انا اعتقد يا كابتن شوبير اللي عليها العامل الكبير جدا في عمليه الحسم بتاع المباراه النهائيه. طيب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل هنرجع مع اصوات الجماهير ومباراه الذهاب ومباراه الاياب، رغم ان احنا اتكلمنا قبل كده، لكن برضو مهم ان احنا نتكلم عليها من جديد.